هذا تويوتا تاندرا 2021 الشكل القديم، الشكل الجديد كلنا صرنا عارفينه ومصورينه أكثر من مرة. فئة التي ار دي بتيجي رنقاتها باللون الأسود، التخيط من جوا بيكون بالأسود والأحمر. عندك الماكينة 8 سلندر 5700 سي سي، وهذه من الداخل. طبعا الداخلية بتحس شوية ملل فيها، كمية البلاستيك المستعملة فيها عالية جدا، صرفيتها للبنزين خرافية، أغلب اللي اشتروها ملاكة بيعرفوا هاي النظرية. عندك شعار التي ار دي موجود، وسع السيارة واسعة ومريحة، وعندك هاي شعار التي ار دي. هذا الجير عشان ما تقول لي وينه، ليش شايلين الراس ما بعرف. وهذه السيارة، هذا التخيط بالأحمر. بصراحة التخيط بالأحمر والأسود بيعطي جمالية للسيارة أكثر ما تكون لونها لون الكراسي أسود وأحمر. يعني لو عملوا الكراسي الكروزر الجديد واللكزس نفس كراسي هاي كان طلعت أحلى. وهذا الكاري الخلفي تقدر تشيل عليه دراجة، يعني معلومة جميلة والله. وهذه الناس تتفرج عليها ولونها بصراحة جميل. عموما اكتب لنا رأيك فيها في التعليقات، بتحب الموديل هذا ولا الجديد؟